بسم الله، مرحبا بكم في الجزء الثالث من طريقة كتابة السيرة الذاتية السر. إذا هضرنا في الجزء الأول على بعض النصائح، هضرنا كذلك على اش يمكننا نكتبه وشنو هما الحوايج اللي يمكننا نبداو بهم. إذا اليوم غادي ندخلو لصلب الموضوع والأمور الأكثر أهمية بالنسبة لنا في السيف. إذا السيف، فأول حاجة خصنا نكونو عارفينها مزيان أنه هو اللي تعبر على شنو هما الكفاءات، شنو هي الأشياء التي نتقنها، ثم يعبر بصراحة وبطريقة محسوبة على التجارب التي قمنا بها وكذلك حتى على التكوينات. قبل ما نبدأ، فالنموذج اللي خديته هنايا يعتمد أولا على الكفاءات وعلى التجارب، ثم ثانيا على التكوينات. في هذه الحالة، إمتى تنبدأ بالكفاءات؟ إمتى تنبدأ بالتكوينات؟ إمتى تنبدأ بالتجارب؟ بالنسبة لنا، فكل سواء بجينا بالتجارب بالخصوص او بالتكوينات، فكلاهما صح. التجارب تنقص بهم لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل، لان هادو هما الاستعمالات الكثيره عندنا في المغرب، او لي فورماسيون. اذا كاين اللي يمكن يبدا بالفورماسيون. امتى غادي نبداو بالفورماسيون؟ هي الاولى في السي في. الى انا مثلا يلا تخرجت، شخص حاصل مثلا على دبلوم تقني او دبلوم مهندس او دبلوم طالب جامعي حصل الاجازه او على الماستر او على الدكتوراه، او طالب في التكوين المهني مثلا حصل على التاهيل او مجموعه المعطيات، او تقني او تقني متخصص كي قلنا قبل. اذا هنا تتبدا يلا انت جديد، والتكوين ديالك اهم من التجارب ديالك، ففي هذه الحاله غادي تعطي الاسبقيه للتكوين. اذا ببساطه، فشكون اللي تياخذ الاسبقيه هو الشيء الاكثر اهميه. يعني اذا كان التكوين ديالي اهم من التجارب، ففي هذه الحاله غادي نبدا بالتكوين. ولكن اذا كان عندي تجارب كثيره وعندي كذلك تكوين مهم او تكوين عادي جدا، ففي هذه الحاله غادي نبدا بالتجارب، خصوصا اذا كانت التجارب الاخيره خدمتي في شركه كبرى او حققتي شي حاجه مهمه في احدى الشركات. ففي هذه الحاله فالضروري جدا انك تبدا بالتكوين بالتجارب المهنيه لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل قبل لي فورماسيون، يعني التكوينات اللي انت حاصل عليها. كذلك معلومة مهمة، التكوينات تنقسم إلى قسمين. فهناك تكوينات أكاديمية، يعني تكوينات اللي دوزتي فيهم سنة دراسية كاملة كانت متوجة بامتحانات في آخر سنة، ثم نجحتي في الامتحانات ثم حصلتي على الدبلوم. ما يقع في الجامعات في الدراسة، حصلتي على البكالوريا، حصلتي على مختلف المعطيات، ففي هذه الحالة تتكتب التكوينات كتكوينات أكاديمية لي فورماسيون أكاديميك. ولكن هناك تكوينات أخرى نحصل عليها، مثلا التكوينات اللي تنديروها مثلا كنتي باش تخدم في واحد الشركة، دوزتي تكوين وحصلتي قبل ما او لا اثناء العمل ديك في الشركة حصلتي على تكوينات. ففي هذه الحالة تضيف تكوينات مستمرة، لا فورماسيون كونتينيو. اذا خصك تعطي اهمية قصوى للتكوينات الكبيرة اللي درتي، ثم من بعد ذلك تعطي التكوينات المهنية اللي انت حصلتي عليها. دونك تتقسم ما بين ما هو تكوين اكاديمي حاصل على دبلوم، ما هو دبلوم وما هو كانت فيه فقط شهاده. كاين انواع اخرى التكوينات، مثلا احيانا نحضر تكوين مدته 3 ايام باحد المؤسسات الخاصه بالتكوين او باحد الفنادق، ففي هذه الحاله كذلك تضيف هذه التكوينات وتحدد مدتها وتقول بان التكوين تعلمت فيه كذا وكذا وكذا. كذلك هناك نوع اخر من التكوينات والذي اصبح مهم جدا، حيث ان كثير من الشركات الاوروبيه خصوصا في مجالات الشركات الناشئه للستارت اب، فبداو تيهضروا اكثر على هذا الجانب ديال اش تعرف الشخص اكثر. ما تيهموش الشخص عنده ماستر او لا، النيفو ديالو اكثر بكثر اش يعرف هذا الشخص يدير. يعني كاينين الناس اللي بداو تيخدموا دابا تيديروا تكوينات يوميا اونلاين، يعني بزاف المواقع تيديروا تكوينات بهذا الشكل. ما استغربوش مثلا فرانسوا هولوند فاش كان الرئيس ديال فرنسا، فاش هضر على موقع اللي تيدير تكوينات مجانية اونلاين، الناس تيقراو تيتبعوا فيديوهات تيكتسبوا مهارات تيكتسبوا كفاءات، وبشكل نهائي تيدوزوا بعد التجارب بعد لي تيست، وثم من بعد ذلك تيدوزوا بعد الامتحانات الصغرى. والناس اللي تينجحوا باش انهم يجاوبوا على جميع الامتحانات وعلى جميع الاسئله وجميع التمارين اللي مطلوبه منهم، فتيحصلوا على شهاده. فهذه نوعيه الشهادات فهي كذلك مهمه، لانه مثلا الى مشينا للمجال ديال الاعلاميات اللي تنعرف فيه شويه اللي هو المجال التخصص، فاذا مشينا للاعلاميات فمثلا الشخص مثلا ما قراش لاش تي ام ال، ما قراش البي اش بي، ما قراش السيمفوني، ولكن دوز فيهم تكوين من هذا النوع، رغم ان عنده شهاده مثلا ديال التقني متخصص في التطوير المعلوماتي، او مهندس اعلاميات، او مهندس في الشبكات الالكترونيه. فمثلا الى هو خدا داك التكوين،
واخا عن بعد فهو غيعطي اضافه مهمه، لانه مثلا فاش تقرا مثلا في المجال الاعلاميات فالامور تتجدد بشكل كبير جدا، وكذلك حتى في التسويق، فطرق خصوصا هادو من المجالات الحيويه، يعني مثلا تهضروا على التسويق وعلى الاعلاميات فمجال تقريبا لا يتوقف تطور فيه دائم. اذا ولو مثلا تكونت في سنه 2010 حصلتي على دكتوراه ما يعني، ولو حصلت على دكتوراه في ذاك المجال، فأحيانا تلقى بأن سوق العمل تطلب تقنية جديدة عمرها 3 سنوات مثلا سيمفوني، أو مثلا يعني ما تنقولش بأن سيمفوني عمره 3 سنوات، ولكن تنقول بأنه دخل سوق العمل فاش انت خدام في واحد المدة قليلة. أو لما مثلا نهضر على لوفيس، مثلا شخص يريد شخص يتقن، انت تكونتي في 2006 كان أنا ذاك مثلا 2003 هو اللي سائد، ولكن من خرج 2007 ف اوفيس 2007 هو اللي بيخدم، او الناس اللي تعرف الاوفيس 2010، واخا ما كاينش شي فرق كبير بيناتهم، ولكن ماشي شي فرق جوهري، ولكن من الضروري اننا نكون عارفين هاد المعطيات. اذا اللي اساسي عندنا هو اننا ناخذ هاد الافكار بهاد الكيفيه وبهاد الطريقه، وبشكل اساسي نحاول دائما اننا نضيف مختلف الحالات اللي نبداو ناخذهم. اذا كي قلنا الاساسي عندنا هو تضيف جميع التكوينات اللي عندك وتقسمها، تبدا الاولويه كي قلنا التكوينات الرئيسيه، ثم ثانيا التكوينات اللي دوزتيهم مثلا في اطار العمل، ثم التكوينات اللي حصلت عليهم من بعد الشركات او من بعد المواقع او اللي دوزتيهم فترات قصيره. اذا هنا فمن الضروري انك ما تغفل على اي حاجه اللي كي قلنا تكون عندها علاقه مباشره البوست اللي انت بيتي تحصل عليه بشكل او باخر. نبداو هنا مثلا غنحاول ندير نموذج واحد، ومن بعد نتوما تكملوا بنفس الطريقه. فنبداو مثلا بلي كومبيتونس، اذا الكفاءات ماذا تتقن؟ مثلا هنا المثال اللي حاطين فدايرين مثلا جيستيون دو بروجي، ماناجمنت ديكيب، جيستيون دي طون، مثلا نهضروا على كفاءات اخرى. يعني بتهضروا على كفاءة يعني أنه شخص تيدير هاد المعطيات، مثلا من بين المهارات ديالو كذلك يمكن نهضرو على لا كونتابيليتي، أنه شخص يتقن لا كونتابيليتي مثلا كمثال مثلا آخر، على حساب أشنا هو حنا نزير وازاغ، لأنه صراحة ما دونك كل شخص غيعرف أشنا هو الأمور اللي غتكون مهمة. مثلا جيستيون دي ريزو سوسيو مثلا، انها ولات مطلوبه بنسبه كبيره مؤخرا، ان الشخص يتقن لان ولات لا فيها راس مال هام. جيستيون دي ريزو سوسيو مثلا يمكن نزيدو كفاءه، مثلا لا جيستيون كوميرسيال، يمكن نزيد كفاءات اخرى من غير لا جيستيون كوميرسيال، مثلا ميتريز دو سيستيم دانفورماسيون. يعني تقريبا بشكل او باخر فانت غتهضر على المهارات التي تتقنها، المهارات وكفاءات، لان هي اكثر كومبيتونس، ولكن اكثر تنهضر على مهارات اش تعرف دير. مثلا يعني كرياسيون دي سيت ويب، كرياسيون دي سيت ويب ديناميك، مثلا يمكن تعبر على انك تتمكن سورتو الا كنتي انفورماتيسيان، انك تدير لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي، انك تدير لي باز دو دوني لوراكل، دونك تتبدا تتحدد اش اللي تتعرف دير. مثلا استاذ اللغه العربيه فيمكن يهضر على لا كومونيكاسيون، التواصل، استاذ اي لغه ماشي بالضروره اللغه العربيه، يعني انك تهضر على التواصل، على مجموعه ديال المعطيات. اذا هنا هذا الجانب الخاص بلي كومبيتونس. كذلك تتهضر على اللغات، اذا اللغات التي تتقنها مثلا في المغرب ففي الغالب اللغات المطلوبة على الأقل تكونوا 3، الفرنسية بشكل أول، ثم بدرجة ثانية تنهضر على اللغة الإنجليزية مثلا الفرنسية بأنك تهضر عليها كذلك، وتنبداو دائما بلا لونغ ماترنيل، مثلا يمكن نبدا أنا بهنا باللغة العربية مثلا، اللغة العربية يعني هي اللغة الأم، وفي هذه الحالة غادي نقولوا ماترنيل، دونك تنقصدو بها اللغة الأم. ثم من بعد تندوزو اللغة الفرنسية، وهنا نتفاداو أي خطأ أننا نهضرو هنا أنها مثلا كورونت، أو يعني أنك عندك
لسان جيد في اللغة الفرنسية، ثم اللغة الإنجليزية بشكل أساسي. وأحيانا يمكن أننا نضيف بعض الشواهد بين قوسين اللي حصلت عليها في ديك اللغة. مثلا أنت درتي تكوين معروف، مثلا حصلتي على دبلوم خاص باللغة الإنجليزية، فتتصفه بشكل أو بقوسين أو المستوى اللي حصلت عليه كمعلومة بسيطة بجانب اللغة. يعني هذا تبين بأنك متمكن من اللغة. كذلك حاجة أخرى يمكن تضيفها في اللغة بين قوسين، أنك دوزتي رحلة نحو فرنسا، أو كنتي دوزتي واحد المدة مدة دراسة في فرنسا. بمعنى أنه شخص دوز واحد سنة أو 6 أشهر في دولة ما، فهو بالضرورة من أجل الاحتياجات اللازمة بالنسبة له، فهو سيتقن بشكل أو بآخر التواصل بتلك اللغة. إذا هذه المعلومات البسيطة تبين بأنه الشخص أصبح يتقن لغة مقارنة مع لغة أخرى. إذا كذلك عندنا أشنا هما بعد هنا بالنسبة للشخص مثلا تيدير لا جيستيون، تيدير تدبير الشركات أو ريادة الأعمال، فهو في هذه الحالة يمكن أن يظهر بعد البرامج التي يتقنها مثل إكسل، بوربوينت، وورد أو فوتوشوب إذا كان يتقنها كذلك. ولكن بالنسبة لشخص متخصص مثلا في الإعلاميات، فهنا خصو يبين بعض البرامج الأقوى. فشخص مثلا متخصص في الإعلاميات، فليس من الضرورة أنه يبين بأنه تعرف الوورد والإكسل والبوربوينت، فهذه من الأساسيات، ولكن نذكرها بشكل عام بصفة أو بأخرى. كذلك تنحدد ما هي المعارف ديالك، مثلا معارف قلنا في لا كونطابيليتي، كذلك معارف في الديزاين يعني في رسم المعطيات. اذا هنا نكتفي بهذا القدر فيما يخص المهارات والكفاءات، حتى نلتقي في الجزء الخاص بكيفية كتابة التكوينات الخاصة بنا او التجارب المهنية. اذا نكتفي بهذا الجزء الثاني، وبعد ذلك سنمر الى الجزء الثالث.